نروح مع حضراتكم بقى بعد كده وننتقل للمنتخب لان منتخب مصر هيواجه جنوب السودان زي ما احنا متابعين ان شاء الله النهارده وده هيكون طبعا ماتش ودي بعد ما حصل او حسم تاهله رسميا لكاس الامم الافريقيه 2024 بعد الفوز كان على غينيا واللي سالت لك يعني هل الماتش ده صعب؟ هل الماتش ده سهل؟ احنا كنا بنشوف ان الماتش يعني لا ما الماتش الصعب الحمد لله احنا بندي كل اكيد منافس يعني قدره لكن احنا كنا برضو ضامنين او واثقين ان عندك انت المنتخب بتاعك اللي قوامه عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي كمان بعد العوده بهذا الفوز وهذه الروح المعنويه المرتفعه وطبعا غير النجوم عندك كمان العالميين الموجودين فقلنا لا ان شاء الله تبقى مباراه سهله ما كانتش المباراه الاسهل لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بهدفين مقابل هدف امبارح كمان فيتوريا عقد مؤتمر صحفي كان مهم جدا وما منح فيه ست لاعبين راحه خلال اللقاء الودي من بينهم كان محمد صلاح وهو قال كمان ان تريزيجيه هيكون هو قائد منتخب مصر امام جنوب السودان ان شاء الله اذا لعب أضاف كمان فيتوريا قال الفوز على غينيا ليس كل شيء مازال أكيد لدينا عمل كبير خلال الفترة المقبلة وتكلم كمان عن الإصابات وقال إنها لم تقلقني الإصابات لم تقلقني لأن أي لاعب يعني بتضمه بيأدي المطلوب منه أو الدور المطلوب منه وأوضح فيتوريا كمان إن بداية جنوب السودان حتكون فرصة لاستكشاف النجوم والمواهب الجديدة للمنتخب وأضاف أخيرا لا أعرف من المسؤول عن موعد مباراة غينيا اللي حرمنا من مواجهه منتخبات قويه فنيا الشق ده بقى والله يعني انا اعتقد محدش فيه او محدش فينا عنده رد عليه فكره الجداول وتحديد او مواعيد المباريات وغيره ماساه يمكن مش بس المنتخب بيعاني منها يعني أندية كتيرة كمان بتعاني منها وليست المرة الأولى ومن وجهة نظري ليست المرة الأخيرة ولن تكون المرة الأخيرة على كل حال هنتابع أكيد هذا الملف وهنتابع مع حضراتكم كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر